يلا أم مجد طلع فيني. يا الله عمر بك، انت شو عملت؟ عمر قل لي انت بشو شارد؟ انا لما قلت لك خلينا نروح نشرب لنا كاس ونظبط مرقنا قلت لي لا ما بدي، بس شايفك عم تشرب اكتر مني. عمر شوف يا اخي، اسمع، تعرف انا مو متعود شوفك بهالحالة كتير. معقول نكون انا وانت تبادلنا الادوار؟ شو الموضوع؟ احكي قول اخي، بركي بتفضفض. كأني فهمت انا، لحتى اقدر فك عقدة لسانك وتحكي لي همك لازم انتقل لعيار شوي. بصحتك. شي برد الروح يا عيني. ايه والله عمر، ليك بلا ما تخلي خلقي يضيق ويطلع عليك. ها شبك احكي بقى. طيب قلي انت وتوليب صاير شي مشكلة خطيرة بيناتكم؟ توليب تعرف امك عن جد سلطانة، ومو على الفاضي عم ناديلها سلطانة. لك هي عم تحس بكل شيء وحاسب التوتر يلي بينك وبين توليب عن بعيد، وهلا اذا بتشوفك بحالتك هي السلطانة جاهدة ما بتعرف شيء ابدا يا شوكت. قول شوفي، ها اكيد ما عم تشرب من مشاكل المستشفى. ها كبير الاطباء، تقيلة عليك ما هيك؟ كبير هالموضوع. اسمعني شوكت، اللي جواتي تقيل علي كتير، هذا الشي ما عرفت سميه لهاللحظة، هو عن جد تقيل علي يا شوكت. انت شو قصدك تقول؟ أكيد مو قصدي قول توليب، يعني حتما مو هي السبب بالحالة يلي أنا فيها هلا. معقول؟ إذا مو توليب هي السبب، مين؟ يسلموا إيدين كتير. هالشي مستحيل يصير لدرجة إنه مانو منطقي. وهي صغيرة كتير، صبية وحلوة. هي لهلأ بتخجل لما بتقلي عمر، وبتندهلي عمر بيك. عمر بيك حبيب توليب خانم وبس. شو رح يصير ما بعرف، وحدة عم بتحب حدا تاني ولهلأ بتخجل تناديلي باسمي، وبنفس الوقت واثقة فيني كتير كمان. بس بدي اعرف كيف هيك بنت مثلها ما انا مصدقة اني ممكن كون صديق ومعتبرتني مجرد مرشد. انت حاببها مو هيك؟ أنا بحبها. شو بدي أعمل؟ ما قدرت إني أهرب. هذا الحب. وهلأ هون وعلى الطاولة في قبضاي صغير مقابيلك عم بيحاول إنه يخلص من هذا الحب. شو مشان توليب طيب؟
اوه تعرف عمر، صحيح انت اللي شربت بس انا اللي سكرت. صحتين وهنا. بتشكرك. وينو داني؟ امبارح امتى رجع؟ بصراحة رجع وش الصبح، بس هلأ نايم. أنا بشد له أذنه أول ما يفيق. ما في لزوم تشدي له أذنه. ميسون، خليهم يعملوا قهوة لشوكة على السريع. ماشي. صباح الخير. يا صباح النور. شو شايف كأنك تعبانة يا جاهدة خانم؟ على الأغلب ليلة مبارح ما عرفتي تنامي من فضولك، ما؟ لا بالعكس، أنا نمت وشبعت نوم. أخيرا الأخوة طلعوا يسهروا مع بعض، لهيك نمت وكيفت. يعني شو الموضوع وشو اللي حكاه؟ ما عندك فضول تعرفي يعني؟ بظن إنه ما له علاقة فيه بنوب. اثنين أخوة سهروا وحكوا وسلوا سوا. صحي ما قلت لي إنه عمر ما بيحكي عن حياته الخاصة؟ وطالما هيك مسكي أعصابك يا سلطانة، لأنه ابنك الصغير رح يفاجئك كتير هلأ. بس أنت لازم من هلأ تدقي جرس الخطر كمان. إيه؟ دقي جرس الخطر كرمال توليب. أنت شو عم تقول؟ عمر عشقان، بس عشقان وحدة تانية. ما بسمح في هالشي. أخوك أكيد جانن على الآخر. أنا ما بظن عمر يسمح لحدا يتدخل بعواطفه أبدا يا أمي. لك هاي مو معروف قرأت أبوها منين؟ وفوق هاد الشي عم تقلي إنه في حدا تاني بحياتها؟ لك مين بتكون هالبنت شوكت؟ توليب طول الوقت مع عمر، أكيد عشق من اللي حواليها. يمكن هربان من شي، يعني حتى توليب ما بينت اليوم. شو بيصير إذا رفعت راسي عن الرسم شوي وسألت عن عمر شو وضعه؟ روحي اسألي يا أمي أنت إذا بتحبي. مع أنه توليب تعمل حالة ست غامضة بس كتير مكشوفة، شو رأيك؟ قال ست غامضة؟ أصلا أنا مزعوجة منك. ها؟ ليش ما سألته عن هديك المضروبة؟ ولك شلون ما بتسأل؟ اسألي أنت إذا بدك. يعني امي شو بيهم مين هالبنت ومن وين جاي؟ المهم انه ما انا توليب، صح؟ هجوري شو اللي عم تعملي انت؟ كيف بتقدري تضلي ساكتة على الشي اللي عم بصير بهذا البيت امي؟ شلون؟ كيف ساكتة على عمايل شوكة اللي عم بتصير قدامك؟ جاوبيني، لازم ناخد ميسون على المستشفى بأسرع وقت. ايه ولا يهمك رح ناخدها، ابقى لما بتحكي معي وطي صوتك. لا، صار وقت احكي وبصوت عالي بهذا البيت لحتى تفهموا. في مجال ما تضلي طامرة راسك بالرمل؟ ابنك وحفيدك وهديك الست يلي ما رح تتقبليها بحياتك. انت اساسا ما بصير تضلي ساكتة على الشي اللي عم بصير بيناتهم. ما تحكي معي بهالطريقة لو سمحت عمر. وصلت مساعدة توليب خانم. مساء الخير. عمر بيك ممكن شوي بس؟ اي جوري انا جاي فورا. انا رايح شوف شو بدها ومنكمل حكينا. Thank you.
عمر عشقان، عشقان وحده تانية، البنت اصغر منه، في فرق كبير بيناتهم بالسن، وهي بتحب واحد تاني. اخ يا ربي دخيلك.